بطاقة تعريف ورخصة قيادة بيومترية، وكذلك جواز السفر إلى جانب بعض الخدمات العامة اتخذتها بعض القطاعات لتحسين جودة حياة المواطن. مظاهر رقمنة بحاجة إلى تعزيز آلياتها في ظل التوجهات العالمية الجديدة للتحول الرقمي، هو ما أكده الفاعلين في القطاع خلال الطوعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة. مشروع قانون الرقمنة قيد الإنجاز ومفتوح حاليا للإثراء. الغرض منه السماح بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لتسريع عملية الرقمنة وتوسيعها. يعد تطوير الحوكمة الإلكترونية محورا ثانيا رئيسيا آخر للتحول الرقمي، الذي يهدف بالأساس إلى الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية. إن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة التي تم الاطلاع فيها في هذا السياق من قبل وزارة الرقمنة والإحصاء هي دليل التصميم على النجاح في هذا التحول الحتمي والحاسم والمهم. عقبات تحول دون تحقيق تحول رقمي متكامل تستدعي حلول وإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وعوامل أخرى. لا يمكن أن نتكلم عن رقمنة أو تحول رقمي إذا لم يكن فيه تعديل جوهري لتنظيم الإدارة. إذن تنظيم الإدارة سواء في عملها، سواء في انتشارها، سواء في أدواتها، وخاصة في بروفايلات للكفاءات التي تعتمدها الإدارة من أجل أداء مهمتها. المعلومة الإحصائية هي غير متوفرة لكن موجودة. لماذا موجودة وغير متوفرة؟ لأن الآليات الحصول على المعلومة غير موجودة. خطأين. الخطأ أولا التنسيق. إحنا إذا ما قدرناش ننسقوا بين الوزارات وبين الإدارات المحلية في مختلف القطاعات، يعني التفكير في الرقمنة يكون أصعب. تحولت الرقمنة من كونها خيار إلى ضرورة ومشروع حكومي يستدعي تجسيده في كل القطاعات لوضع حد للفجوة الرقمية بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين والانخراط ضمن التحولات الواعدة في المجال.